برحب بحضراتكم من جديد، وخلونا نبتدي مع بعض بالاخبار اللي معانا، والابرزها هي ان سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع امبارح تابع فيه خطه الدوله لتطوير منطقه القاهره التاريخيه، ووجه سيادته بالحرص على التناغم السياسات واجراءات التنفيذ بحيث يكون في منظومه متكامله لتطوير النطاق العمراني والتاريخي للمنطقه، كمان الارتقاء العمراني بالمناطق السكنيه المحيطه. كمان امبارح كان الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء، وخلال هذا الاجتماع تمت الموافقه على تثبيت اسعار بيع الكهرباء المطبقه حاليا، ومد ارجاء تطبيق الزياده المقرره في تعريفه بيع الطاقه الكهربائيه المعتمده لسته اشهر اخرى، وذلك حتى الاول من يناير لعام 2024. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح. الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع تابع فيه خطة الدولة لتطوير منطقة القاهرة التاريخية، ووجه سيادته بالحرص على تناغم السياسات وإجراءات التنفيذ لتشكيل منظومة متكاملة تهدف لتطوير النطاق العمراني والتاريخي للمنطقة، بما في ذلك الارتقاء العمراني بالمناطق السكنية المحيطة، مشدداً على ضرورة المحافظة على الطابع المميز لتراث هذه المنطقة والقيمة الأثرية والمعمارية بها. امبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع الحكومة بمقرها في مدينة العالمين الجديدة، وأكد رئيس الوزراء إن حوار الرئيس عبد الفتاح السيسي مع أهالي مطروح تضمن العديد من الرسائل المهمة، مع التأكيد على الاستمرار في تنفيذ المزيد من المشروعات التنموية والخدمية اللي هيكون ليها مردود إيجابي على أهالي المحافظة. امبارح خلال اجتماع مجلس الوزراء تم الإعلان عن موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم 181 بتاريخ 12 يوليو 2023 على بعض الطلبات بشأن تخصيص بعض قطع الأراضي لصالح بعض الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد. امبارح وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الدائمة بمراعاة البعد الاجتماعي عبر اتخاذ حزم استثنائية للحماية الاجتماعية للتيسير على المواطنين في ظل الظرف الاقتصادي راهن، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه على استصدار قرار من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بتثبيت أسعار بيع الكهرباء المطبقة حالياً، ومد إرجاء تطبيق الزيادة المقررة في تعريفة بيع الطاقة الكهربائية المعتمدة لستة أشهر أخرى حتى أول يناير 2024، وبذلك تكون الدولة قد أرجأت الزيادات المقررة سلفاً لمدة 18 شهر مراعاة للظروف والتحديات الاقتصادية. بالنسبة لأخبار المحافظات، في محافظة أسيوط تم إطلاق مبادرة ازرع شجرة، وذلك لمواجهة التغيرات المناخية. أما في محافظة المنوفية فقد تم تمويل 59 مشروع ضمن مبادرة إقراض الأسر بالقرى والأحياء الشعبية. أما بالنسبة لمحافظة أسوان فتم تنفيذ 4000 زيارة منزلية ضمن حملة بلدي أمانة، واللي بيتم تنظيمها ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وفي سوهاج تم تخصيص أكثر من 153 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي. تفاصيل وأخبار أكثر في هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. في الإسكندرية الهيئة العامة لقصور الثقافة سلمت شهادات تخرج الدفعة الثانية من ورشة ابدأ حلمك السينما بين إيديك. الورشة دي بتهدف لتدريب الشباب بالمحافظات بالمجان على مختلف فنون السينما ودعم مواهب مصر وفتح المجال أمامهم لاستكمال مسيرة الإبداع. في كفر الشيخ نظمت مديرية الشباب والرياضة المسابقة الرياضية أسرع ولد وبنت بمشاركة 100 لاعب ولاعبة من أعضاء مراكز الشباب. المسابقة بيتم تنظيمها ضمن فعاليات مبادرة صيف شبابنا، وده بهدف نشر ثقافة ممارسة الرياضة بشكل عام من خلال البرامج والفعاليات المتنوعة اللي بتقدمها مراكز الشباب والأندية.
فأسيوط أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي مبادرة ازرع شجرة ضمن فعاليات مبادرة توعوية لطلاب المدارس في 150 مدرسة تحت شعار صحتهم مستقبلهم، وده بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة والأمومة اليونيسف ومديرية التربية والتعليم بأسيوط، وفي إطار اهتمام الدولة بالطفولة والبراعم الصغيرة باعتبارهم بناة المستقبل القريب وصناع الحضارة. في المنوفية كشفت المحافظة عن تمويل 59 مشروع اقتصادي بإجمالي 445 ألف جنيه بمختلف المجالات الإنتاجية والممولة من مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية بالمحافظة، وده من أجل توسيع قاعدة الاستفادة من مشروع إقراض الأسر لمساعدة الشباب والأسر الريفية في إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بهدف توفير فرص عمل جادة وحقيقية تسهم في زيادة دخل الأسر مع الحد من البطالة، مما يسهم في تحسين الحالة الاقتصادية والمعيشية. فأسوان شهدت المحافظة تنفيذ 4000 زيارة منزلية استهدفت توعية أكثر من 23 ألف من السيدات والرجال والأطفال بمختلف القرى والنجوع ضمن فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب بلدي أمانة، وده من أجل تحقيق أكبر استفادة ودعم محاور التمكين الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للأهالي ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية. في الغربية أعلنت المحافظة الموافقة على تحديد الحد الأدنى للقبول بفصول الخدمات المسائية بمدارس الثانوية العامة، وأيضاً تخفيض الحد الأدنى للقبول بالمدارس الثانوية الخاصة والمدارس الثانوية الفندقية الخاصة، وده استجابة لمطالب أولياء الأمور وتوفير فرص تعليمية أفضل للطلاب. في الدقهلية تم صرف الدفعة 177 من حساب قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين بدون فوائد دفعة شهر يوليو 2023 بإجمالي 965 ألف جنيه موزعة على 11 وحدة محلية بمراكز ومدن المحافظة، وبلغ عدد من استفاد من الدفعة الجديدة 33 شاب وفتاة لإقامة مشروعاتهم. في سوهاج أكدت المحافظة أنه تم تخصيص مبلغ 153.6 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف، وده في إطار تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المقدمة للمواطنين بتمويل من برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر خلال العام المالي 2023-2024.